يا بني آدم، كيف تعصوني وأنتم تجزعون من حر الشمس والرمضاء وإن جهنم لها 7 طبقات فيها نيران تأكل بعضها بعضا وفي كل منها 70,000 واد من النار وفي كل واد 70,000 شعبة من النار وفي كل شعبة 70,000 مدينة من النار وفي كل مدينة 70,000 قصر من النار وفي كل قصر 70,000 دار من النار وفي كل دار 70,000 بيت من النار وفي كل بيت 70,000 بئر من النار وفي كل بئر 70,000 تابوت من النار وفي كل تابوت 70,000 شجرة من الزقوم وتحت كل شجرة 70,000 وتد من النار مع كل وتد 70,000 سلسلة من النار وفي كل سلسلة 70,000 ثعبان من النار وطول كل ثعبان 70,000 ذراع وفي جوف كل ثعبان بحر من السم الأسود وفيها 70,000 عقرب من النار ولكل عقرب 70,000 ذنب من النار وطول كل ذنب 70,000 فقارة وفي كل فقارة 70,000 رطل من السم الأحمر فبنفسي أحلف والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يا ابن آدم ما خلقت هذه النيران إلا لكل كافر وبخيل ونمام وعاق لوالديه ومانع الزكاة وآكل الربا والزاني وجامع الحرام وناسي القرآن ومؤذي الجيران إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فارحموا أنفسكم يا عبيدي فإن الأبدان ضعيفة والسفر بعيد والحمل ثقيل والصراط دقيق والنار لظى والمنادي إسرافيل والقاضي رب العالمين.